التغيير في بنغلاديش بسقوط الشيخة حسينة، بقلم الدكتور عبد الله المدني. بعد أفغانستان وسريلانكا تكرر مشهد سقوط الحكومة في بنغلاديش، حيث فرت زعيمتها حسينة إلى الهند على متن مروحية عسكرية وفرها لها الجيش الذي تسلم إدارة البلاد في أعقاب مظاهرة عارمة. ونال قرار الشيخ حسينة بالتخلي عن السلطة استحسان الكثير من المراقبين، حيث أدى إلى تجنيب البلاد الانزلاق نحو فوضى عارمة ومنع سقوط المزيد من الضحايا جراء أعنف موجة احتجاج تشهدها بنغلاديش منذ تأسيسها عام 1971. والأمر الآخر الإيجابي الذي يحسب للجيش أنه قرر إسناد قيادة البلاد مؤقتاً إلى حكومة مدنية برئاسة النوبلي الموثوق به محلياً وعالمياً، نصير الفقراء البروفيسور محمد يونس. إن التجارب المؤلمة التي مرت بها حسينة ابتداء من اغتيال والدها المؤسس الشيخ مجيب الرحمن في أغسطس عام 1975 مع كل أفراد عائلته باستثناء حسينة وأختها ريحانة صديق، وصولا إلى أكثر من 19 محاولة اغتيال فاشلة تعرضت لها على مر السنين وقيام العسكر بسجنها، ساهم كله في تشكيل نهجها السياسي في الإمساك بالسلطة بقبضة حديدية والاقتصاص من معارضيها وكسر شوكتهم بإيداعهم السجن. وخلال حكمها منذ عام 2009 وحتى فوزها بنسبة 80% في انتخابات يناير عام 2024، حققت حسينة لبلادها الكثير من الإنجازات المثيرة للإعجاب، إلا أن تلك الإنجازات ضاعت بسبب سياساتها الحديدية، لتجد نفسها معزولة في الهند التي استقبلتها مؤقتا إلى أن تقرر وجهتها المقبلة. وفيما ينتظر العالم ما ستؤول إليه أوضاع هذا البلد الذي يواجه متاعب اقتصادية جراء أعمال عنف شلت البلاد لنحو شهر، نجد أن 3 دول تراقب تطورات الأوضاع فيه باهتمام شديد، وهي الهند وباكستان والصين، ولا ننسى في السياق ذاته الولايات المتحدة التي لن يسرها بالتأكيد وقوع هذه البلاد تحت النفوذ الصيني بسبب ما استثمرته فيها من أموال ضخمة.